اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. طبعا عارفين مع حضراتكم ان احنا ما زلنا في اجازه العيد، كل سنه وانتم طيبين، ودوري ان انا اكون سند ليكي في المطبخ واديكي افكار حلوه بسيطه وسهله. وخارجين من العيد وخارجين من الشهر الكريم رمضان، اكيد برضو صرفنا كتير واكلنا كتير وحلويات كتيره، فتعالوا النهارده نخلينا في الخفيف، بس كونوا حريصين ان احنا عايزين عناصر غذائيه بيحتاجها الجسم وحسب الاعمار وحسب السن والحاجات دي كلها. معايا كبد فراخ النهارده هعملها بطريقه جديده، هعملها مع الشوفان، هنشويها بالشوفان، هنغلفها بالشوفان زي سمك الرده كده لما بالبوري او البولتي لما بنغلفه رده ونشويه. انا هعمل الكبد النهارده على طريقتي، هتبلها تتبيله حلوه ومعايا رقائق الشوفان زي الفل، هنشوفها ازاي هنقدمها لحضراتكم. معانا النهارده كمان مجانج او نجارج او سوسيز او هوت دوج، دي المسميات بتاعته. هعمل فطيره حلوه النهارده عشان الاطفال الحلوين، حاجه كده بنت عم البيتزا اللي بيحب البيتزا، يعني التركيبه نفس تركيبه البيتزا والخضار وكل حاجه ولكن الشكل هيكون مختلف. هنقدمها لحضراتكم النهارده وفيها عناصر غذائيه من الكالسيوم والمعادن والبروتين، يعني وجبه متكامله. معانا الخرشوف، صديق المعده، صديق الجهاز الهضمي، صديق الكبد. الكبد بيموت فيه لانه بينشطه وبيعلي من طاقته وبيعلي من جودته وبيمتص السموم اللي موجوده فيه، كل ده في الخرشوف يا اخوانا. فالخرشوف عندنا في مصر هنا بثلاثه تعريفه، بره بنضرب له تعظيم سلام، ليه يا عم الشيف؟ لان الخرشوفيه الواحده فيها ثلاث حاجات، ورق الخرشوف ده سلطه بتتعمل مع الدرسينك الفرنساوي او الصلصه الفرنسيه اللي هو زيت وخل وليمون. قلب الخرشوفيه بيتحشي طبعا زي ما عارفين وايت صوص مع لحمه مفرومه او فراخ ايا كان. الكعب بتاع الخرشوفيه بيتعمل سلطه، فهنا فيها تشكيله حلوه كده، وان شاء الله لما نشوفه باذن الله هنجيبها ونشرحها لحضراتكم. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي، انا مش عايز طبعا اخد من الوقت علشان عايز اقدمها لحضراتكم النهارده لانها بسيطه وسهله وفي متناول الجميع. هي كل القصه بتعتمد على الخبره الطهويه، ازاي ان انا عندي من المكونات اللي في موجوده في المطبخ اقدم شكل جديد. طبعا خلونا نطلع فاصل صغير لان بعد الفاصل في معلومه غير معلومه وكمان افكار بسيطه وسهله لكل السادة المشاهدين، واحنا قاعدين بنستمتع مع شاشة القناة الأولى في برامجها وخطتها وتطويرها وجمالها، نستمتع كمان بأكلة حلوة تفتح لنا نفسنا تكون قليلة الدسامة وقليلة التكلفة. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا خط سير الحلقه يشتغل ازاي معانا. هنستاذن مخرجنا الجميل فاروق صباح الفل، تعالى نشوف مع بعض ايه الماتيريال بتاعنا. لحمه مفرومه من الوزن تقريبا 500 جرام، شويه شويه شوفان اللي هي حبوب الشوفان ودي موجوده في اي سوبر ماركت. معانا خرشوف كعب، ده مش اعتقد ان هو مش في اي سوبر ماركت هتلاقيه. ومعانا كمان جبنه موزاريلا، معانا نجانج اللي هو السوسيز او الهوت دوج، كبد فراخ حلوه قوي شكلها كده الواحد ياكلها نيه، عصره ليمون وشويه توم عليها، طبق سلطه خضراء ده متواجد معانا دايما على السفره بتاعتنا، تشكيله من الخضر. حلو الكلام. هبدا باول حاجه الخرشوف، هعمل مع حضراتكم دلوقتي خرشوف جراتان بالوايت صوص. مقاديره على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. ايه هي المقادير يا عم الشيف؟ معانا خرشوف، معانا لحمه مفرومه، معانا بصله ناعمه زي الفل، فصين توم محترمين زي الفل، ومعلقه دقيق صغيره، والوايت صوص بتاعنا اللي هو دقيق وزبده وحليب. ولكن لازم، مهم جدا انك تعصجي اللحمه بتاعت الخرشوف ازاي؟ ده اللي يخصني في الموضوع. لازم اللحمه دي تبقى ايه؟ حلوه كده وزي الفل. احنا هنعصجها بمعلقه ايه؟ زيت زيتون. نتلاشى الدهون بقى لان خارجين من العيد، كل سنه طيبين، وخجعك العيد لسه ما زال عندنا، وعندنا كمان خارجين من رمضان فاكيد تقلنا، فبلاش السمنه والزبده، ايه نقلل منها شويه. معايا فص توم حلو كده، حلو، ننزل باللحمه المفرومه دي كده زي الفل، نقلبها. الله، اهي التقليبه دي حلوه، وانا بقلبها بنزل بشويه بهارات حلوين. حلو، بهاراتك ايه بقى؟ الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره، دي نحط لها شويه فلفل اسود، شويه
بابريكا، شويه كاري، واللحمه تكون ملبسه كده حلوه بالشكل ده كده اه. واقول لك على طريقه دلوقتي تخلي لك اللحمه دي مفلفله عامله زي الفريك، مش ماسكه نفسها. لا اقول لك على طريقه دلوقتي هتعجبك قوي، خلي بالك كنت معايا كده ايه عشان المعلومه الغير معلومه والحاجات اللطيفه اللي بتطلع من الشيف المغازي ديت اهم حاجه في شغلنا. هنحط البهارات الجميله الحلوه، بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ شويه زعتر حلوين، شويه فلفله حلوين، شايفين اللحمه على الشاشه شكلها حلو ازاي، ما فيهاش دهون كتيره، الملح والفلفل بتاعنا باللطافه دي كده والملح تمام. هنقلب دول مع بعض يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. اللحمه المفرومه بتطلعها من الفريزر يا اختي، بتكون مجمده عندك، تحطها في الميكرويف تفك، ده غلط. انت تسيبيها تفك في درجه حراره المطبخ زي الحلاوه كده، وبعد ما تفك تشتغلي معاها زي ما انا شغال دلوقتي كده على نار، وتبداي تشوحيها مع بصله، تومه، توم بس زي ما انت عايزه اللي انت عايزاه، ولكن وانت بتقلبي كده علشان نستفيد بالجوس بتاعها والسوائل اللي موجوده فيها ما تنشفش، علشان دي مهمه جدا لانها طبعا ليها قيمه غذائيه عاليه جدا. هعمل ايه؟ الطريقه اللي انا هعملها دلوقتي حالا اه، خليتها كده زي الفل، اجهز الغطاء بتاع الطاسه دي، شوفوا هنا معانا تمام، وعندي هنا شقشاء ميه، ميه تكون بتغلي، التركايه دي بقى، وضع ماء قليل او قليل من الماء المغلي للحمه المفرومه وهي بتتعصق بيساعد على ان هي تبقى ايه؟ مفلفله اهي. واغطي. شفت التركايه ديت؟ مهمه جدا. ايه اللي بيحصل هنا؟ البخار اللي بيطلع من شويه الميه الحلوين مع غطاء محكم بيساعد على تفتيت جزيئات اللحمه من بعضها. الله عليك. تاني المعلومه دي. احنا النهارده بنتدلع وما وراناش حاجه، وانا يعني جاي على بالي كده اطلع المعلومات الحلوه. لحمه مفرومه عايزها تفك، ما تبقاش مكلكعه، سواء بتعملي مكرونه بالبشاميل، سواء بتعملي مسقعات لحمه، سواء بتحشي خرشوف، سواء بتعملي كانولي، اللحمه المفرومه بتكلكع مننا، نرجع نفكها بتكسر ايديا. فطبيعي وانت بتعصجيها بتحط معلقه ميه مغليه او مغرفه، ربع كوبايه من الماء المغلي او براد الشاي لو ما عندكيش الميه ديت، على اللحمه وهي بتتفلفل او هي بتتعصج. البخار اللي هيطلع نتيجه غلي الماء هيفتت لك جزيئات اللحمه من بعضها، تخليها لك زي الفريك، والفريك ما يحبش الشريك، بس مع المغازي بيعديها. حلو الكلام؟ طيب خلصنا القصه دي، نشتغل مع الوايت صوص. عايز اعمل شويه وايت صوص، خلي الغطا تاني كده اهو زي الفل كده، ونعمل مع بعض وايت صوص. ايه الوايت صوص ده؟ عباره عن دقيق وزبده مع بعض في الطاسه الحلوه دي كده. هجيب معلقه سمنه صغيره. الوايت صوص مش لازم يتعمل بسمن، ممكن تعمليه بزيت، بس هو طعمه حلو لما يتعمل بسمن، بس انت قللي كده زي الفل تمام. ومعانا مضرب، ومعانا شويه حليب، ومعلقتين من الدقيق، هما شويه وايت صوص حلوين كده هيغلفوا الايه الخرشوب بتاعنا. حلو الكلام اه. انا من الناس بقى اللي بيعمل ايه، من الناس اللي بيحب الوايت صوص ده الدقيق يتحمر في قلب الزيت او في قلب السمنه او في قلب الزبده، بحب تحميرته، وبعمله بمدرسه تانية خالص اه. وانا شغال بتدلع كده، معايا بصله ومعلقه من الدقيق، اللهم صل على النبي. وهعمل ايه؟ هحط البصليه الناعمه دي كده هنا، وايت صوص ببصل اه، اسمع للاخر، اصبر على رزقك. بصليه ناعمه زي كده اشوحها، والبصليه بتتشوح يا مغازي، احط عليها شويه بهارات حلوين، البهارات بتاعتها فلفله حلوه، برضو الكزبره والكمون الاكله دي بريئه منهم، زعتر، بابريكا، واقلبهم كده مع بعض. شفت التقليبه دي كده مهمه اهو. الوايت صوص هنا له طعم اه. وانزل بشويه الدقيق بتوعي واقلبهم كده، واسيب دول يتحمروا على النار لغايه لما اشم ريحه الدقيق وهو بيتحمر اه، مع البصلايه اه. شفت المدرسه دي لما الواحد بيوصل لمرحله الابداع بيبدع اه اه. واسيب دول على النار يتفلفلوا مع بعض كده بالسمنه البلدي او بالزبد اه، واسيبهم شويه، ونرجع للحمه بتاعتنا، ومعايا فرسان التلفزيون المصري نجيب التفاصيل بتاعه اللحمه الحلوه دي كده، هل هي كلكعت؟ هل الشيف المغازي ده طبق النظريه بتاعته؟ ونشوف الدنيا ايه رايكم اه مع بعض.
نجيب الشوكه اهو زي الفل، واللحمه اخبار ايه؟ شفت زي البرغل اهي، شفت ثابت كلها من بعض اهي اهي اهي. معانا كده يا شباب فرسان التلفزيون المصري، شفت اللحمه زيها زي البرغل بالفرمه الخشنه بتاعتها. الجزار وصيتي ان هو يديك حته لحمه مفرومه فرمه خشنه اهي، لا كلكعت ولا بقت كتل ولا بقت برجر ولا بقت كفته اهي. اشتغلها زي ما انا عايز بقى، اعملها هنا حشوه للازانيا ماشي، اعملها حشوه للكانونيلي ماشي، اعملها للخرشوب بتاعي ماشي، زي ما احنا عايزين. هنا معلقتين صوص طماطم حلوين كده يدوها شكل ويدوها طعم ويدوها لون زي الفل، وادي صوص الطماطم بتاعي جاهز، صوص اللحمه المفرومه جاهز زي الفل اهو، تمام. المرحله دي خلاص عديناها، نخلي دول على جنب، نشوف تكمله الوايت صوص بتاعنا الحلو اهو اهو. شفتي دي بتحمر مع البصله، والبصله متبهره زي الفل. خليني هنا كده اشتغل على النار الشديده دي كده. ومعانا يا عم الشيف الحليب، انا هشيل دي من هنا عشان دي مضايقاكم، انا عارف انا عارف، شفت انا ازاي انا بقرا افكارك مخرجنا الجميل اهو. الدنيا تبقى رايقه لك كده، ايه رايك تاخد الكاميرا من اللحمه المفرومه المتعصجه للوايت صوص اهو، تدلعني ادلعك. حلو، يلا تعالوا مع بعض اهو، ننزل بالدقيق بالحليب وقلب التقليبه ديت اهو، ده الوايت صوص بتاعي، في بصلايه في الطعم في الفليفر، اقلب كده اهو، هتني اقلب لغايه لما البصله بس تبقى مع الوايت صوص، والدقيق يدوب مع الزبده مع الحليب ويديني قوام، انا عايز شويه دول اهو 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 اهو. على نار شديده، نار شديده اهو، تقليب المستمر. ادي اللحمه المفرومه اتعصجت، وادي الوايت صوص على النار، اجيب الخرشوب بتاعي الحلو ده كده، واجيب كسروله حلوه كده، ركزي بقى عشان الموضوع ده مهم اهو. والخرشوف عندنا كعب بحطه هنا كده بالشكل ده كده اهو، خرشوف الكعب ازاي احشيه لحمه مفرومه، ازاي احط عليه شويه وايت صوص بمدرسة المغازي. حباية الخرشوف اللي تلاقيها مش عايزة تثبت ثبتيها اهو، تثبتيها ازاي وانت شغال اهو، شوف بس عامل ايه اهو، بشيل الحتة دي كده واحطها في اللحمة المفرومة، ما تترميش، خلي بالك مفيش حاجة تترمي منه ده ده غالي اهو، ودي كمان اهي، زي ما انا شغال كده، انا عايزك تبقى شاطرة في المطبخ زي كده اهو اهو. حلو، دي ايه مش ثابتة، نثبتها اهو. حلو زي، ودي كمان اهو زي ما انا شغال اهو اهو، الحاجات دي مطلوبه منك اهو. ايه الاخبار هنا، دي كمان نثبتها اهو اهو، في قلب اللحمه احطيهم اهو، لان ده هيتهري مع اللحمه دلوقتي. حلو، نفس القصه هنا اهو. بعلمك تعملي اكله لما تعمليها بنفس الطريقه دي بجد ولادك هيحبوها، حاجه جديده. اللي مش بيحب ياكل الخرشوب بالشكل بتاعه ده كده، لما يبقى فيه لحمه مفرومه ووايت صوص بالطريقه اللي انا شغال بيها دلوقتي، اكيد طعمه هيبقى جميل اهو. شفت انا باخد الخرشوف احطه فين؟ اهو في قلب اللحمه اهو. ودي واحده اخيره، سبحان الله يا مغازي مرزق، شويه الخرشوف على قد على قد الكسروله، مش سايب لك فراغ. حلو قوي، الوايت صوص اخباره ايه؟ اهو 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 اهو، ننزل بالحليب اهو، شويه حليب كمان، كل ده كل ده أوه. ونقلب، شايفين لون الوايت صوص او الصوص البشاميل مديه على حمار سنه، علشان انا حاطط بابريكا اهو اهو. عيني ادوني قبل الفاصل شويه عشان انا ايه اعمل حاجه كده، عيني اهو. يلا حلو تمام زي دول كده، انا عايز احطها بس في الفرن بعد اذن حضراتكم. حلو الكلام اهو، هنبدا نحط اللحمه المفرومه في قلب الخرشوب بتاعنا الحلو ده كده، واحنا شغالين واحده واحده بالمعلقه. اللحمه المفرومه جاهزه عندي، اجيب معلقه حلوه، اللهم صل على النبي اهي، الله الله اهو، وحش الخرشوب ده كده اهو،
شايفين الجو ده كده اهو، معايا وايت صوص على النار بيغلي مديله طعم وفليفر لطيف وجميل، معايا جبنه موزاريلا، والجبنه اختياري، ممكن تحط موزاريلا، ممكن تحط شيدر، ممكن تحط جبنه رومي، جبنه البارميزان المبشوره، تجيبي حته جبنه ربع ربع كيلو كده وتبشرها في البيت، او تخلي الراجل بتاع الجبنه يبشرها لك اهو. شوف الجو ده كده اهو، هاخد الوايت صوص بتاعنا ده كده وننزل بيه بالشكل ده كده دلوقتي اهو كده، كل حبايه خرشوف فيها لحمه اه زي الفل يا عم الشيف. ده انا هقول لك حاجه حلوه دلوقتي هتعجبك قوي. معانا الوايت صوص بتاعنا، ايه الاخبار؟ هو ده القوام، باخده زي ما هو كده بنفس المعلقه واقسم كده هنا اهو. الله اهو، شفت الجو ده كده اهو. شفت البصلايه بقى اللي مع الوايت صوص ده كده عامله عمايلها. عندي جبنه موزاريلا، احط الجبنه الموزاريلا اقسمها برضو على الشكل ده كده اهو، لسه ما خلصتش. حلو، اشيل دي كده عشان تبان. حاضر، عينيا زي الفل. درجه حراره الفرن عندي 180، دي هتتحط في الفرن دلوقتي حالا اهو زي الفل زي ما هي كده. وعندي موزاريلا اهي نفس القصه، اللهم صل على النبي اهو. خرشوف جراتان بمدرسه المغازي، واخد الوايت صوص ومدعم الوايت صوص بطعم وفليفر حلو، لحمه المفرومه شفنا فلفلناها ازاي بقت لطيفه وجميله. هل الاكله كده خلصت؟ لا لسه، لازم اوقع عليها زي نابليون كده لما وقع على كل الصيني على الاستاذ عادل امام. رشه زعتر، رشه زعتر دي هي علامه الجراتان، هي علامه الايه؟ الوايت صوص. درجه حراره الفرن عندي 180، بحطها في الفرن يا عم الشيف لمده 10 دقائق، بتطلع معايا حمرة وزي الفل. هندخلها في الفرن، شيل دي من هنا كده وندخل دي كده في الفرن، اللهم صل على النبي اهو تمام. بص عليها النظره الاخيره، نظره الوداع اهو ده، خرشوف جراتان، محشي لحمه مفرومه، جبنه موزاريلا، وايت صوص. نخش على اللي بعده. ايه اللي انت طلعته من الفرن ده يا شيف؟ المخرج بيسالني انت عامل حاجه من ورانا؟ انا حاطط قالب في الفرن بسخنه علشان اعمل الفطيره فيه. هنطلع فاصل صغير واقول لحضراتكم انا سخنت القالب ده ليه علشان نعمل فيه فطيره حلوه جدا بالمجانج. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وايدي في النظافه دايما، يعني انا واحد كده مريض نظافه، احب كده في ايدي المنديل، الفوطه بتاعتي، الحاجه الحلوه، مطبخي مترتب ورايق زي الفل، المطبخ متكعبل وقايم والله العظيم ما بدخله، سواء في البيت سواء في الشغل اي مكان. المهم طلعنا القالب من الفرن بالصينيه بتاعته، انا هدفي ان هو يسخن لان انا عامل فطيره، والفطيره دي لازم تنزل على طاسه سخنه او على جريلا سخنه او على قالب سخن زي اللي معايا ده كده. حلو الكلام؟ تعالوا نعمل الفطيره مع بعض سريعا. معانا بوله زي دي كده، وتعالوا نعملها مع بعض كده سريعا اهو، وهي هنا وكل حاجه تتحط هنا. الخضار المشكل اهو، المقادير على الشاشه استاذه رحاب، نجانج اللي هي السوسيز او الهوت دوج، فلفله ملونه، بصله ناعمه، فص ثوم، مكعبين من الزبده، شويه جبنه، شويه زيتون، هي دي كل المقادير، ومعلقتين دقيق. المقادير على الشاشه، احط النجانج هنا جنبيها، ايه رايك؟ يلا نشوف المقادير. المقادير اهي، اهي مقادير لطيفة في متناول الجميع. النجانج دي الأطفال بيحبوها، اهي ومعايا فلفلة ملونة زي الفل. يلا الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، قولوا لي اشتغل هشتغل. حلو الكلام؟ يلا المقادير على الشاشة، نجانج، فلفلة ملونة، بصلة ناعمة، فص ثوم حلو، مكعبين من الزبدة، جبنة موزاريلا وزيتون، كل دول مع بعض يا شيف. ما تنسوش حاجة، البيض يا نعم. حلو، تعالوا مع بعض نشتغل في الفطيره دي لان عايز اعمل الفطيره دي بمزاج. حلو الكلام، الخرشوف في النار خلاص اهو، البيض ينزل هنا كده. بس انا هعلمك حاجه عشان ديت انا وقعت في الاخطاء دي كتير قوي. لما تيجي تكسري بيض تعملي كيكه
او تعملي اومليت ايا كان. كسرت اول واحده ربنا سترها وطلعت سليمه، الثانيه تكسريها في طبق ثاني كده. اه ايه الهدف يا مغازل؟ الهدف ان وارد ان تطلع بيضه مش مظبوطه، ما تبوظلكيش اللي قبله. اه زي ما انا شغال كده اهو اهو اهو. وهنخسر حاجه؟ طبق صغير او معلقه اهو سليمه حطيها، مش سليمه ما تحطهاش. بس خلاص موضوع لطيف وجميل، ايه رايك؟ تمام، ادي البيض جاهز. هننزل نضرب المضرب بتاعنا الحلو ده كده ونخلط البيض ده كله، وانا بقلب البيض بالشكل ده كده، بنزل بشويه ثوم طازه زي الفل اهوت، ومعانا زعتر حلو، ومعانا يا عم الشيف ملح وفلفل في الفطيره الحلوه دي كده. معايا قالب سخن طلعته من الفرن قدام حضراتكم عشان ادخل الخرشوف، هو موجود معايا على عين البوتاجاز اهو. حلو الكلام، التركايه دي مهمه جدا عشان ينجح معاك. سنه فلفله حلوه، كل دول مع بعضه، اللهم صل على النبي. نقلب دول يا عم الشيف، بصلايه ناعمه، فلفل الوان، الاولاد بيحبوا الحاجات دي على فكره، فلفل اخضر احمر اصفر، اذا ما فيش لون من دول ما فيش مشكله، ما توقفيش مكتوفه اليد وتقولي مش موجود يا حبيبي فلفل احمر، الشيف المغازة عمل كان فيها مش حاج مش لازم خالص، بلا الفلفل الاحمر. حلو الكلام، نقلب دول كده مع بعض. عندي المجانج او النجانج الجميله الحلوه دي كده، بجيب سكينه كده سريعه واقطعها في قلبيهم بالشكل ده كده. حلو، نفتح الواحده نصين وبعد كده ايه نقطعها بالسكينه اهو بالشكل ده كده اهو، وناخدهم كده بايدينا اهو السكينه كده اهو، ويتحطوا مع الخليط ده. نقول الخليط ده عباره عن ايه تاني عشان حضراتكم اللي جاء متاخر؟ عباره عن بيض حطينا عليه بهارات ملح وفلفل وشويه زعتر وشويه بابريكا. حلو الكلام، وحطينا فص ثوم ناعم، بصله ناعمه، كل دول مع بعضيهم اهو، وننزل كده نفس القصه. ومعايا قالب لسه ما خلصتش، كمان واحده معلش ادعمه، احنا ورانا حاجه، التركايه جايه في الطريق، السر جاي في الطريق. معانا من الدقيق، ركزي بقى في المعلومه الحلوه دي كده عشان هتدعي لي، تدعي لي دعوه حلوه يا الله. معانا بيكنج باودر، حلو الكلام، معانا البيكنج باودر ننزل بيه هنا كده، ده بيكنج باودر، خلي بالك ملاحظه حاجه، نزل بيه الاخر خالص اه اه شويه. دول نقلب الخليط ده كده، مش عايزك انا اهو. ايه رايك في الصوره الحلوه دي يا فاروق؟ تحب انت الالوان الحلوه دي؟ انا عارف اي مخرج شاطر بيحب قدامي يشوف الوان حلوه. معايا زيتون احطه للامانه اهو، يلا زيتون كلمات، شلت البذور منه وانزل بالخليط ده، هو ده، هم دول اللي هيعلوا الايه الموضوع اهو. وفي قلب الطاسه يا عم الشيف هنحط المقادير دي كلها اهو اهو، كل المقادير دي مع بعضيها اهو. بس اعمل حاجه حلوه قوي، ايه هي؟ مكعبين من الزبده، هو هو ده هو ده هو ده هو ده زي الفل. وننزل بالخليط ده كده، اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اه اه. درجه حراره الفرن عندي كام يا مغازي؟ 180. اللي هيقول لي دي تتحط فين في الفرن وموقعها فين في الفرن، بجد 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 هديله نصها، انا نصها وهو نصها. تيجي نقسم القمر، انا نصي وانت نص، تيجي نقسم القمر اه. نتكلم مع النجوم، درجه حراره الفرن عندي 180، اللهم صل على النبي. افتح يا سمسم، هطلع حاجه من الفرن برضه. ايه الحكايه يا شيف؟ كل ما تفتح الفرن تطلع لنا حاجه. اه احنا ورانا حاجه، هطلع جريلا بتسخن جامد، دي اللي هعمل فيها الكبد اهي على النار، واحط مكانها الصينيه الحلوه دي كده اه.
انا واضح وصريح مع حضراتكم زي ما احنا شغالين مع بعض كده. على عينك يا تاجر، درجة حرارة الفرن عندي 180 بحطها هنا. الفرن فيه ايه؟ فيه خرشوف جلاتان على وشك ان هو يطلع من الفرن، فيه فطيرة حلوة قوي فيها كل العناصر الغذائية، هرم غذائي جوه الفرن. وتعالوا مع بعض نعمل كبد الفراخ بالشوفان. معانا كبد فراخ ومعانا شوفان ومعانا طبعا البهارات بتاعتنا، شويه ملح وشويه فلفل. وللامانه هضيف للشوفان معلقه دقيق صغيره علشان الشوفان ده يجتمع كله كده ويبقى ايه، ايد واحده. المقادير شفناها على الشاشه مع بعض، تعالوا نعملها بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه هتبل الكبد دي طبيعي. عشان اتبل الكبد دي يا عم الشيف مع بعض كده واحده واحده، لازم تاخد تتبيله حلوه. التتبيله عباره عن ايه؟ عباره عن ثوم طازه. حلو قوي. وهنحط على التوم ده يا عم الشيف شويه زعتر محترمين، ونحط على الزعتر ده يا عم الشيف شويه ملح وشويه فلفل. هنا بقى احط شويه كمون، انا احب كبد الفراخ واخده طعم الكمون للامانه يعني. سنه كمون حلوه. حلو الكلام. معايا جريلا بتسخن، اللي طلعت من الفرن فاكرها دي يا فاروق؟ اهي اهي، لازم تكون سخنه، خلي بالك. كل دول مع بعض يا شيف، كل دول مع حط عصره ليمون. ما تيجي نطلع الخرشوف من الفرن، نبص عليه كده بصه. بيناديني بتناديني تاني ليه؟ الخرشوف هو يا غالي، اللهم صل على النبي، هو ده مكانه. لا 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 لا، ما اقولكش ما اقولكش، اللهم صل على النبي، هو ده. يلا خرشوف جراتان بالوايت صوص، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. حلو الكلام. نكمل مع بعض كبد الفراخ. حلو كده، سنة شبت صغيرة حطيتها للأمانة. هتعمل ايه يا عم الشيف لسه؟ كده انا حطيت توم وحطيت زعتر وحطيت كمون وحطيت ملح وحطيت فلفل. حلو الكلام. وحطيت عصرة ليمون، احط كمان عصرة ليمون، كل دول مع بعض. بحط هنا معلقة نشا، ما انا عايز ادي عزم للكبد ديت، او اقلب دول كده مع بعض. ركزي معايا. حلو. دي هتتشوي في الفرن، وانزل بكبد الفراخ في قلب الخلطه دي. دي حقوق الطبع لدينا وبس. كبد فراخ مشويه بالشوفان، مقليه بالشوفان بس من غير زيت. ده المقلي ومش مقلي، مقلي وبرقلي زي ما بيقولوا يعني، من غير ايه، زيت. حلو. نقلب دول كلهم مع بعض، اللهم صل على النبي. الكبد تشرب من الصلصه دي، لونها هيتغير شويه. شايفه الجو ده كده؟ اوعى تحط الزيت في التتبيله دي، ازعل منك. لسه نقول قلب بقى مطبخ بقى ولا ايه، نرجع لورا؟ لا اوعي. ليه؟ لو حطيت الزيت الخلطه اللي انا عاملها دلوقتي مش هتمسك فيها خالص، والنبي لو عملت ايه، خلي بالك. زي ما هي كده يا عم الشيف قدام عينينا. حلو الكلام. حلو الكلام. هنجيب كسرولة زي دي كده، يعني، ونحط فيها حبوب الشوفان الجميلة الحلوة دي كده. دي موجودة في أي سوبر ماركت. ونحط على حبوب الشوفان دي يا عم الشيف معلقة من الدقيق. زي ما أنا شغال كده، وأقلبهم مع بعض. شوفان ومعلقه من الدقيق، واقلب دول كده مع بعض. ومعايا الطاسه بتسخن جامد، خلي بالك. الطاسه هنا درجه حرارتها عاليه جدا، ركزي في اللي جاي، واللي جاي حلو ان شاء الله. خلي نيتك نيه خير. نحط زيت. بس خلاص تمام زي الفل. هعمل ايه؟ اخد الشوفان وكبد الفراخ واشتغل مع حضراتكم واحده واحده. شفت الجو ده كده؟ زي ما هي كده. على فين؟ على فين يا فاروق؟ العب اصحى معايا. يلا نفس القصه. تاخد من الشوفان ده كده في قلب الزيت. موضوع لطيف وحلو. كبد الفراخ خلاها بشكلها.
وخليها بحجمها وخليها بشخصيتها. قبلك القلب في الطريق، خديه دوسي على القلب وحطيه في قلب الزيت. حلو الكلام. اهو قلوب، ده قلوب هنا مش قلب واحد. اهو حل. زي ما انا شغال كده يا اختي، الله يديك الصحة. خلي بالك انا والله سند ليكي. كبد الفراخ هرتوها مقلية ومشوية وتقلاها في قلب الزيت وتحط لها بصل مرة وتحط لها طماطم مرة. دي طريقة جديدة خالص اهي، هيلثي اهي. حاضر. والسر على الجريل. حاضر. هنسيب الكبد في قلب الجريلا كده وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف الكبدة الحلوة اللي الشيف عاملها النهاردة مشوية بالشوفان. بيقولوا لي في الكنترول ينفع نعملها بالردة كده؟ أزعل، كبدة مش مستواها مستوى الردة خالص. الردة دي مع البولتي. هنطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع شوية كبد بالفراخ. اللي عجبني في الموضوع شكل الشوفان. الشوفان لما اتحمر قلب على فستق حلبي، الشوفان لما اتحمر قلب على لوز مقرمش، الشوفان لما اتحمر قلب على كاجو. في حاجات كده لما بتاخد طعم وفليفر بتديك الحاجة اللي انت عايزاها. الشوفان دي، حبوب الشوفان دي، يا اما بناكلها مطحونة مع حليب مغلي او لبن مغلي، او بناكلها زي ما كده. انا حبيت ان انا ادلعها النهاردة واعملها مع كبد الفراخ. ودي حقوق الطبع لدينا وبس. شايفين متحمره ازاي؟ زي الفل. وانا شخصيا والله كبد الفراخ ما بحبهاش مستويه جامد، بحب فيها كده، فيها ايه؟ جوسي كده وطعم، مش الدم لا، يعني تكون يعني قربت خلاص زي ما هي بالشكل ده كده. انا هغرفها بشكل حلو مع حضراتكم اهو. زي الفل. سيرفيس حلو كده. هتقولي لي دي بارد ولا سخنه يا شيف؟ والله زي ما انت عايزه، تتاكل بارده وتتاكل سخنه على فكره. اهو ناخد كده اهو. الله. كبد الفراخ، والاختراع ده يتسجل باسمنا على شاشه القناه الاولى. شايفه كبد الفراخ؟ تقولي لي بقى جمبري، تقولي لي حاجات، لا لا لا، ده الشغل هنا عالي قوي. اللهم صل على النبي. زي الفل. دي حلوه، دي حته بهريز. كبد الفراخ مشوية مقلية بالشوفان بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ممكن على فكرة تقدميها ودي القلوب، القلوب في النار بتتعذب اهي. ايه الحلاوة دي؟ ما تلاقي مع كبد الفراخ هتلاقي قلوب، ممكن ما تلاقيش القوانص، تلاقي القلوب. القلوب دي حلوة وانا بحبها. حاجة جديدة. وهتلاقي فيها طعم كريسب كده لطيف حلو. ممكن على فكرة تقليها في قلب الزيت زي البانيه كده، بس أنا مش عايزها في زيت بقى، إحنا عايزين نطلع من جو الزيت. نعم يا غالي. لا ده خلاص، ده هناخده كده نزين بيه الطبق دلوقتي حالا. شفت ده؟ بيستني المخرج تعمل ده في إيه؟ هو دي، ما أنا بقول لحضرتك ده الفستق الحلبي. ده هنشيله كده بالراحة. الله. ننزل بينا كده. الشوفان المتحمر ده، الشوفان ده فيه كله كالسيوم، كله حديد، من جور السعيد يسعد. شوفان. هنسيب الكبده وناكل الشوفان بعون الله. شايفين الشوفان ده كده؟ شيل ده كده زي الفل. حط على الوش كده. وحاجه جديده وحاجه حلوه، طعم الشوفان هنا رهيب جدا. نشيل دي من النار ونحط الوردة الحلوة اللي معايا من أول الحلقة دي بهدية لكل السادة المشاهدين. حلو الكلام. ونحط الطبق ده فين يا عم الشيف؟ هنا جنب إيه؟ الخرشوف. حلو الكلام. طب تعالوا مع بعض نشوف إيه اللي في الفرن. المخرج بيقول لي أخبار اللي في الفرن إيه. مركز معايا ومتابع. اللي في الفرن فطيرة، بس يلزمني إن أنا أروق مطبخي وأروق الدنيا وأطفي النار عشان فاتورة الكهرباء ما تجيش عالية.
بتشتغلي على غاز تطفي الغاز، بتشتغلي على أنبوبة غاز برضو تطفيها، تعمر عندك الأنبوبة، وهكذا من الأمثلة. يعني إن التبذير في المطبخ ده مش مطلوب. أه كل النار مطفية معايا، هنطلع اللي في الفرن. اللهم صل على النبي. إيه الحلاوة دي يا مغازي؟ إيه الحلاوة دي؟ نجيب طبق للتقديم كده، اللهم صل على النبي، ونطلع القالب الحلو ده كده. ما اقولكش صل على الحبيب قلبك يطيب. الفطيرة بتاعتنا الحلوة اهي، هنغرفها مع بعض دلوقتي حالا. ايه رايك في الصورة الحلوة دي كده؟ نخليها هنا كده مكانها. حاضر. وبالسكينة الصغيرة نخلصها من العذاب. انا خلونا اهزر شوية كده علشان انا بحب في المطبخ كده ادندل. يعني انا لو مش على في المطبخ بحب اشغل المزيكا واسمع الفنان، طبعا المطرب قصدي العندليب عبد الحليم حافظ، والله العظيم اسمع له اغنيه اهي طاير طاير. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت الجو ده كده؟ نقطعها بالسكينه اهي. فطيره مش عايز اقول لك اهي، الف انا وشفا. فطيره طبعا فيها الجبن، فيها كل حاجه حلوه، فيها تشكيله من الفلفل، فيها النجانج او السوسيز او الهوت دوج، المسميات بتاعته. مش عايزه تحط ده خالص، حط لحمه مفرومه زي ما انت عايزه حسب الرغبه. حلقتنا فيها تفاصيل كتيره النهارده، فيها معلومه غير معلومه، زي ما قال الشيف المغازي ان احنا حريصين كل الحرص ان احنا نعمل اكلات بسيطه وسهله، والاكلات دي كمان تكلفتها تكون قليله في متناول الجميع، ولكن واخده فكر طهوي، خبره طهويه. عملنا الخرشوف بوايت صوص مع لحمه مفرومه لطيف وجميل، حاجه كده من غير صلصه حلوه، والخرشوف قيمته الغذائيه عاليه جدا. عملنا فطيره حلوه فيها كل العناصر الغذائيه. عملنا كبد الفراخ النهارده بالشوفان. طبق السلطه الخضراء بتاعي موجود معانا، حتى لو السفره عليها ديك رومي عليها خروف متكتف لازم عن طبق السلطه. شفنا مع بعض ان شاء الله، ما زلنا العيد معانا ولينا مفاجآت في اجازه العيد، بنعمل حاجات بسيطه وسهله. وطبعا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه الرؤيه والفن والابداع حتى في اجازه العيد. كل سنه وانتم طيبين. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.